السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكل يعني شاف مشاهد مرعبة بأمريكا، ثلوج غمرت الكل، خلت البيوت مدفونة وحتى السيارات، ناس كثير ماتت بسيارتهم تحت أنقاض الثلوج. حيوانات، حتى الحيوانات كما تلاحظون في الصورة تجمدت من البرد، لأنه درجة الحرارة مثل هذا الحيوان خروف والمدري إيش مدري ايش هنا بالصورة، شكله خروف صغير تجمد. الحركة، آخر حركة سواها بقى عليها كأنه صنم. يعني مشاهد مثل هذه يعني كثيرة في أمريكا بسبب عاصفة القرن، أو ما يسمونها ببافالو ستورم. هذه العاصفة، لاحظ هنا شخص يقوم بإمساك هذا الأرنب المتجمد، يعني أرنب تجمد على الآخر. سبحان الله العظيم، يعني عاصفة قوية لم تشهد أمريكا على مر تاريخها، يعني منذ أزيد من 40 سنة. الناس تتكلم عن أزيد من 40 سنة لم يشاهدوا مثل هذه العاصفة أو هذه البرودة، ناقص تقريبا 59 درجة مئوية. يعني هذه يعني درجة قوية جدا، يعني أي شيء يتجمد، حتى الحيوانات سبحان الله يتجمد فيهم الدم، يعني وكل أي شيء سائل يتجمد. هذا كنا نشوفه فقط في روسيا، يعني في يعني الدول الإسكندنافية، السويد، نرويج، يعني هذه الدول يعني معروفة بالثلج وبالبرودة. الحين حتى أمريكا، يعني الناس اللي بأمريكا ضروري يحتاطوا، ضروري الثلج هنا يعني يخنق الأمريكيين، بيوتهم كلها يعني، وسيارات، لاحظ السيارات، خلاص السيارات كلها مغطت بالثلج، ما تقدر تفرق هل توجد سيارة تحت الثلج أو لا. هذا هو خبر المميز اليوم، وانت اكتب لي رأيك في التعليقات، إيش هذا الجحيم اللي تعيشه أمريكا. وإذا كنت مهتم بالربح من اليوتيوب فقط تواصل معنا، حتشوف الرقم على الشاشة أو بصندوق الرمز. عندنا قنوات مفعلة يعني جاهزة للربح، وحتى إذا كانت عندك قناة تبغى شروط الربح من اليوتيوب 1000 مشترك و4000 ساعة، فقط تواصل معنا وإن شاء الله يعني نضبطك كما يقولون، يعني أمورك حتكون تمام. تحياتي لكم وأشوفكم بالتعليقات. تحياتي.